دين الزرهوني، انا دافعه في واحد المشروع اكدال جوج بسالة الجديده للمنعش العقاري لهيدره شركه دار الحسن. حنا دافعين الناس متضررين من 2015 على اساس اننا نتسلموا دويراتنا ظرف عامين، هادشي اللي كانوا مشاو يقولوا لينا، حتى كنلقاو راسنا دابا 2022 ومازال ما تسلمناش حتى الشطر الاول، مازال ما تفينا، مازال حتى شي حاجه ما فيه، وتيقولنا دائما غنسلمكم الشطر الاول، غنسلمكم الشطر الاول. حنا ما عرفناش شنو هو المشكل. دار معنا التزام في شهر واحد بحضور السلطات المحليه، التزم وتعهد على نفسه انه يسلمنا في شهر واحد 2022، ما وفاش بالوعد اللي وعدنا به، ورغم ذلك كنلقاو راسنا ان دائما التماطل، دائما الخروقات. شنو المشكل اللي كاين؟ حنا ما عرفناش. مني مشينا قلنا ليه التزمتي معنا، قال لك انا هزيتي، هو فوق راسه قال لك انا ما عنديش الفلوس، زيدوني الفلوس باش نكمل لكم هذا المشروع. بالفعل الناس زادت 2 مليون، وكاين اللي مخلص كاش، كاين اللي دافع 18، يعني الدفعات الاوليه كانت بقيمه كبيره ماشي بقيمه اللي هي صغيره. قالنا هزيتيه فوق راسو، قالنا انا ما عنديش سيوله وما عنديش باش نكمل لكم المشروع. الناس كاينين بزاف ديال الناس، اكثر من 100 اللي عطاوه داك 2 مليون على اساس انه يكمل الديور والتزم للمره الثانيه بحضور السلطات، التزم بانه غادي يسلمنا نهار 30 في شهر 5 من هذا العام. هذا كنلقاو راسنا نفس المشكل، ما كاينش تسليم. علاش؟ نعم، كاين اللي عاطي 100%، كاين اللي عاطي 50%، كاين اللي عاطي شغنقول لكم الاقل واحد عاطي تسبق هو 12 مليون، الدار كتسوى 25 مليون، كاين اللي مخلصها كاش. المهم عطيناه داك، كاين الناس اللي عطاوه 2 مليون اللي في الشطر الاول، رغم ذلك ما عطاهم ما حتى شي حاجه، ما سلمهم ما حتى شي حاجه. هذا المشروع واقف، شبه واقف، واقف، ما كاين لا خدامه لا حتى شي حاجه. حنا دابا كناشدوا المسؤولين، كناشدوا جلاله الملك باش يدخلنا في هذا المشكل. هذا الناس راه كاين اللي ماتت، كاين اللي مرضت، كاين اللي راه من 2015 وحنا في هذا المشكل، ومازال ما كاين حتى شي حاجه. شطر ثاني مازال ما كاين فيه والو، حتى يا جورا ما هذاش. كاين بلوك 13، هذا بلوك 13 ما كاينش، ما عرفناش واش كاين ولا ما كاينش. السكن المتوسط حتى هو واقف، يعني المشروع كبير ولكن واقف. شنو هو السبب؟ ما عرفناش. فينا هي فلوسنا؟ بغينا نعرفوا فينا هي فلوسنا اللي حطينا في هذا المشروع، فينا هي عباد الله؟ الناس كتموت، الناس متضرره بزاف، السلطات تدخلوا والو، ما كاين حتى شي حاجه، ما بغى يدير حتى شي حل. درنا السلم، هضرنا معاه ما عرفناش هاد السيد شنو غادي نديروا معاه. داكشي علاش اليوم حنا جينا للولايه دايرين وقفه سلميه منظمه باش الصوت ديالنا يوصل، وكنناشدوا الوالي يتدخل لنا في هذا المشكل. الله يرحم لكم الوالدين. ماشي وقفه، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه، دائما في الوقفات، ودائما الله يجازيه بالخير السيد القائد كيتدخل معنا وكي هذا، ولكن بدون جدوى، بدون جدوى. السيد تعهد على نفسه ودار الالتزام الاول وتعهد ودار العقد الثاني وزدناه 2 مليون باش غير وكان هذا المشروع يزيد للقدام باش ما يرجعش للور، وكنلقاو الضحيه دائما هو المواطن. عملية النصب واش حنايا ما عرفناش حنا فين حطينا فلوسنا؟ حنا اخر مره فاش مشينا نهار 30 شهر 5 مشينا عنده على اساس يتسلمنا ديورنا كيف تعهد هو بنفسه وكتب معنا داك الالتزام. كنلقاو بانه جوج في شقه وحده، ثلاثه في شقه وحده، ما عرفناش شنو هو السبب. هل يعقل ان انسان دخل عامين هو كيمشي كيقول له ها دارك ها دارك ها هي ها كي دايره، فتالي لقاو جوج في شقه وحده؟ ما فهمناش، ما فهمناش شنو هو السبب. دابا حنايا جايين للولايه على يسر هذا المشكل. الله يرحم لكم الوالدين لما حاولوا انكم تنصفوا هاد الناس المتضررين. حنا راحنا متضررين فوق القياس. كاينين الناس عندنا، كاينين الناس اللي معانا في المشروع، كاينين اللي لقاو راسهم في شقه وحده، جوج في شقه وحده، كاينين الناس معانا في المشروع.